السلام عليكم. اليوم يا جماعة ما في مادة جديدة حسب تعليمات إدارة الجامعة. لهيك راح نستغل الوقت. أول إشي اللي عنده أسئلة يسأل. عندكم مش أسئلة، أكتب لكم أسئلة تحلوها ونشوف كيف تحلوها. فاللي عنده أسئلة أول شيء يسأل في المادة كلها. تمام، ما عندكم مش أسئلة معناته آخر شيء أخذنا على اللوبس، خليكم تطبقوا على اللوبس. Write a program to send the numbers 30 29 28 لحد 1 بورت بي، يعني ابعث 30 على بورت بي، بعدين ابعث 29 على بورت بي. في الايتريشن الاولى يبعث 30 على بورت بي، في الايتريشن الثانيه يبعث 29 على بورت بي، الايتريشن الثالثه 28 على بورت بي لحد ما يوصل الواحد، بعدين بوقف. فلوب من 30 ايتريشن، اوكي، كل مره بده يبعث رقم مختلف. مفهوم السؤال؟ في حال عنده استفسار على السؤال بعطيكم وقت تحلوا، او اللي عنده اسئله يسال. اوكي، يلا بستناكم. قديش بدكم؟ 5 دقائق. 5 دقائق تحلوا، وبعدها بنشوف اذا حدا بيحب يشاركنا حله. إذا بعيد، اللي عنده أسئلة يسأل أي وقت بدك تسأل، يسأل. بدكيش تسأل معناته جاهز تحل، تحاول تحل، حاول حل السؤال اللي على اللوح. يا جماعة اللي دخلوا جديد، اللي عنده أسئلة يسأل، فيش مادة جديدة بناء على تعليمات الإدارة. اللي عنده أسئلة يسأل. ما عندكيش أسئلة، هاي حطيت أنا سؤال على النوت باد، حاولوا حلوه وبعدها انا بحل لكم اياه، ونشوف نعمل شير سكرين نشوف حلولكم كويس، نستفيد من اخطاء بعض وبعدها انا بحل لكم اياه. في حد بحب يشاركنا حله؟ تمام، نحله. اذا زي ما انتم ذاكرين، اول اشي بنحط عدد مرات التكرار في كاونتر، بعدين الكود اللي بدنا نعيده بدنا نكرره، و each time each iteration we decrement the counter and if the counter is not zero go back to label. يعني عدد مرات التكرار عندنا هون في هاي الحالة 30. remove LW 30، okay. نختار كاونتر مثلا 10 هكسا، هاي حطينا استخدمنا اذا كاونتر 10 هكسا، هذا كاونتر على المرات تكرار 30. شو الكود بدنا نكرره؟ بنبعث، بس اذا بتنتبهوا انه اللي بنبعثه يعني اول ايتريشن بكون الكاونتر 30، بنبعث 30، ثاني ايتريشن الكود 29 بنبعث 29، وهلم مجر. فاللي بيبعثه هو الكاونتر. ممكن نستخدم موف اف اف 10 هيكس لبورت بي، ديكريمنت اف، يا بتعمل سكيب زيرو يا بدون سكيب زيرو، في طريقتين شرحناها المره السابقه. ديكريمنت اف للكاونتر، واذا الناتج مش صفر branch again. شو اللي بدنا نكرره؟ بس هاي الجملة، بحط الليبل قبلها او على جنبها. اذا هون اول اشي العشر هيكس قيمتها 30، اوكي، بنبعث 30 على بورت بي، بعدين بتصير 10 هيكس 29 مش صفر،
اصلا برانش نوت زيرو، اسف برانش نوت زيرو مش صفر. بنرجع على اجين 9 محتوى ال10 هيك صار 29، ابورت بي ديكريمنت 28، ببعث 28 ابورت بي 27. هم مجرد في حد عنده اسئله؟ طيب بدي اعمل، اذا فيش اسئله بدي اعمل تعديل بسيط على السؤال واخليكم تحلوا. نبعث افرض نبعث 1 2 3، يعني اول مره نبعث 1 مش 30 لحد 30، فنفس عدد المرات التكرار بس بيختلف. بيختلف شو المطلوب نحله، بتختلف طريقة إرسال الأرقام. فالآن حلوا هاي المسألة، أعطيكم وقت تحلوها وأنا بحلكم إياها. إن ما حاولتوش تحلوا أنتو مش راحين تستفيدوا. هاي المسألة ما حاولتوا أنتو تحلوا ما راح تستفيدوا. دكتور، ممكن أسأل سؤال؟ تشابتر 2 مش بهذا التشابتر. ايوه اي شيء بالمادة. تمام، ممكن تفتح السلايدات، سلايد رقم 59. 59 هذا السلايد. هذا سلايد. كيف احنا حسبنا الماكسيموم سايز تبع الرام؟ مش الماكسيمم، نحسب السايز. الماكسيمم سايز تبع بيك 18 دائما 2 ميجا. كيف تمام. حسبنا السايز؟ السايز اي عددين من اكس لواي، عدد الاعداد المحصوره بينهم، واي ناقص اكس زائد 1. فالان 3 افات او هذا الرقم ناقص هذا الرقم زائد 1 بيطلع 1 وقدامه 12 صفر، لانه هذا ناقص هذا زائد 1، ضيفي 1 على هذا الرقم، هذا 3، هذا 12 1، ضيفي عليه 1 بصير 1 وقدامه 12 صفر. 1 وقدامه 12 صفر يعني 2 قوة 12. 2 قوة 12 عرفنا انه 4 كيلو. نفس المبدأ هون، هذا الرقم ناقص هذا، إذا عدد الأعداد المحصورة بين الرقمين اكس واي، واي ناقص اكس زائد 1، لأن واي ناقص صفر، هذا الرقم ناقص صفر زائد 1 بيطلع عنا هذا أصلا الرقم طلع 16. 14 واحد جنب بعض، 14 إذا 1 وقدامه 14 صفر اللي هو 16، بيطلع 2 قوة 14 اللي هي بيطلع 16 كيلو بايت. وهو نفس المبدأ. إذا حدا أي حدا بأي وقت بده يسأل يسأل، إيش تسأل طبق حلو هذا السؤال. طيب يا جماعة في حدا بعت لي حله على الشات؟ للأسف انسخش، فبدي اكتب لكم اياه وشوف نشارك بس شو المشكلة وحلو. كاونت، لأنه كويس كثير نستفيد من أخطاء بعض. موف ال دبليو 01 again
تحضان موف اف اف تستلم رقمين. اول مشكله في هذا الحل انه موف اف اف تستلم رقمين، بس احنا نبعث الوركينج. احنا يعني هون بلشنا حطينا في الوركينج واحد، كل مره بنضيف واحد على الوركينج ونبعث، ففكره الحل مضبوطه. اما الوركينج او اي ريجستر حط فيه واحد، اوكي، كل مره زيد عليه واحد وبعث على بورت بي. فموف بما اني بدي ابعث من الوركينج، يا بكتب موف دبليو اف وركينج لبورت بي، لان الموف اف اف تستلم تو ادريسز مش ون ادريس، فيا بعمل موف اف اف وركينج ريجستر لبورت بي او بعمل موف دبليو اف بورت بي. ننسخ من الوركينج على بورت بي. الان شغله ثانيه بالنسبه للتكرار، لاحظوا هون الثلاثين اخترنا الريجستر 30 هكسا از كاونتر، وهذا ال 30 هكسا لازم نعمل له انيشاليزيشن. فهون لازم نقول موف ال دبليو دي 30، اذا كان مره هذا خطا شائع عند الطلاب، بقول اه الكاونت 30 بعمل له ديكريمنت بصير 29، بعمل له ديكريمنت بصير 28. لا مش صحيح، لاحظوا هاي كل مره ديكريمنت للريجستر 30 هكسا. طب شو الانيشال فاليو فيه؟ ما مش موجود. يعني احنا جينا الريجستر اللي عنوانه 030، اوكي، بلشنا نطرح منه واحنا اصلا ما اعطيناه قيمه ابتدائيه. فكل مره ديكريمنت 30 هكسا، ديكريمنت 30 هكسا، ديكريمنت 30، يعني ديكريمنت الريجستر اللي عنوانه 30. الريجستر 30 ما اعطيناه قيمه ابتدائيه، فاذا مصر على ريجستر 30 اعطيه قيمه ابتدائيه. فموف ال دبليو دي 30 وبعدين موف دبليو اف كم. فهاي هاي الخطوة انه حط عدد مرات التكرار في ريجستر، انك تحط كاونت كويت 30، اذا قصد اذا هون القصد 30 اللي هو عدد مرات تكرار، اول شيء نحطها ديسيمال، ثاني شيء بدنا نختار ريجستر نحط فيه عدد مرات التكرار. فانا اللي يعني ممكن يقول هذا هو الكاونتر، مش مشكلة شو نسميه، كاونتر ولا كاونت ولا سي سي، هذا الكاونتر يعني هذا الريجستر عنوانه 30 هكسا، نحط فيه قيمة ابتدائية. فضروري ان نحط في الريجستر اللي بنعمل له طرح قيمة ابتدائية. حطينا قيمة ابتدائية صار الكاونتر قيمته او الكاونت بتكون اياه 30 ديسيمال. كل مرة بزيد واحد، اوكي، كل ما اوكي الان قيمة ابتدائية في الوركينج ريجستر واحد، قيمة ابتدائية في الوركينج ريجستر واحد. فالفكرة هو انه نحط قيمة ابتدائية في الوركينج ريجستر واحد، كل مرة زيد واحد على الوركينج ريجستر وابعث، زيد واحد على الوركينج ريجستر وارجع، زيد واحد على الوركينج ريجستر وابعثه على بورت بي، زيد واحد على الوركينج ريجستر وابعثه على بورت بي كل مرة. فيبعث على بورت بي راح يبعث واحد، ضاف واحد على الوركينج ريجستر صار الوركينج ريجستر اثنين، طرحنا واحد من الكاونتر صار 29، يرجع يبعث يبعث اثنين على الوركينج ريجستر، الوركينج ريجستر ثلاث 27، يبعث ثلاث على الوركينج ريجستر، الوركينج ريجستر أربعة كذا. فكل ايتريشن بنزيد واحد على الوركينج ريجستر، بنطرح واحد من الكاونتر وبنبعث الوركينج ريجستر على بورت بي. واضح؟ ممكن ان نصفر الوركينج ريجستر يعني كل موف ال دبليو صفر، بس نغير الترتيب، اول اشي نضيف واحد على الوركينج ريجستر ما بتفرق كان، وبعدين نودع بورت بي. انكريمنت اف مثلا برضه ممكن نستخدم انكريمنت اف بدل اد واحد. فلاحظوا كل مره اذا الوركينج ريجستر صفر يعمل له انكريمنت بصير واحد، وديه على بورت بي، اذا ودينا واحد على بورت بي، فيطرح من الكاونتر واحد،
بعدين ضيف واحد كاونتر على ريجستر بعث على بورت بي واحد وبعث على بورت بي، بس بدك تبلش كاونتر من الوركينج ريجستر من صفر. ف30 مره راح يبعث واحد اثنين ثلاث اربعه لحد 30. في اسئله؟ دكتور، مشي جوتو بتعمل انفينيت لوب، المفروض اه بس بلانش هون هتصير. هون استخدمت ديكريمنت اف سكيب زيرو. شو يعني؟ يعني اذا ناتج الديكريمنت صفر اعمل سكيب للنكست انستراكشن. ديكريمنت شرحناها المره السابقه احد الطرق في اللوبس، انه اما بنستخدم ديكريمنت وبرانش نوت زيرو، او ديكريمنت اف سكيب زيرو مع جوتو. هاي معناها اطرح، واذا ناتج الطرح واحد صفر سكيب نيكست انستراكشن، فبقفز عنها بروح على اللي بعدها. فلهيك لا مزبوط هاي النقطة. مفهوم هذا الحل للمثال؟ في أسئلة؟ طيب نعدل على السؤال شوي. إنه نبعث أول إشي 5، بعدين 10، بعدين 15، تعديل بسيط على السؤال لحد 100 لابورتي. حاولوا حلوه. هذا صار سي اي بي سي، مش مهم. طيب التعديل بسيط على الحل القديم. أول شيء نعرف عدد مرات التكرار، يعني نبعث 5 10 15، نعرف عدد مرات التكرار. احنا مطلوب مني من واحد من 5 ل 100، هذا معناته 20 رقم بدي ابعث. فعدد مرات التكرار 20. نلاحظ أول شيء غيرت عدد مرات التكرار، حطيت في الريجستر 30 القيمة 20. اثنين، القيمة اللي بدي أبلش منها خليها صفر مش مشكلة، بس بدل increment working register add ال W 5. إذن أول iteration working register 5، ثاني iteration 10، ثالث iteration 15، وهلم مجر. فيبعث الوركينج على بورت بي، بعث 5، اطرح من الكاونتر واحد بصير 19، ضيف 5 على الوركينج بصير 10، ابعث على بورت بي وارجع 15، ابعث وارجع لحد بعد 20 ايتريشن ببعث الرقم 100 وبيطلع. في اسئله؟ Write a program that sums the number of that find. أعطيكم مثال جديد. Find أو compute واحد زائد اثنين زائد ثلاث لحد 20، ممكن لحد 20، and store the results and store the result يعني المجموع. and working register. فبدنا نوجد، بدنا طبعا مش زائد، هون زائد نقط والاخر زائد 20. فبرنامج من 20 ايتريشن بيجمع 1 زائد 2 زائد كذا، والنتيجة بالاخر بوديها على الوركينج ريجستر.
هذا السؤال ما راح أحللكم إياه اليوم، راح أعطيكم فرصة تحلوه ونناقش فيه أول محاضرة باللقاء الجاي، يعني إن شاء الله يوم الثلاثاء. يتعامل مع الأرقام يكون يتعامل معهن إنهم ديسيمال مش هكسا ديسيمال هذول أرقام ديسيمال، هذول 1 زائد 2 زائد 3، هذول ديسيمال. صح؟ لا قصدي مثلا لو حطيت في الريجستر زيرو وصرت أعمل إنكريمنت فبضل يزيد على إنه هكسا ولا ديسيمال. ما بفرق، ما بفرق، لأنه أي رقم، لو نأخذ أي رقم خذ الرقم مثلا 65 ديسيمال، السوق كيف بيخزنه؟ بيخزنه 0 بيخزنوا هيك، هيك بيخزن 65 بالنهاية، هو باينري بتاعنا. هسا هذا الرقم سواء قلت انه 65 هيك ديسيمال، او قلت انه قديش هاي 4 او 41 هيكسا، او قلت انه هذا الرقم باينري، فانت لما تقولي 65 هي الديسيمال، او تقولي 41 هكسا، او تقولي هذا الرقم، نفس الاشي. طيب لما نضيف 1، هو راح يضيف هذا الرقم، هذا الرقم لما نضيف عليه 1 بصير 66 ديسيمال، او بصير 42 هكسا. 42 هكسا و66 ديسيمال نفس الاشي، فضيفي 1 او ضيفي 2 او ضيفي 3 ما بفرق. بعرفش إذا جاوبت على سؤالك. تمام وصلت. أوكي تمام. فما راح تفرق، يعني كمان مرة قبل ما أنا أضيف رقم ما بفرق، إنه يعني هو بالنهاية هيك بيخزن الرقم. هذا الرقم اللي نطلع عليه إنه 41 هكس، نسميه 41 هكس بلغتنا، أو نسميه 65 ديسيمال. أوكي، اجمع له رقم، هو راح يخزنه بالنهاية بالباينري. ما بفرق، أوكي، ما بفرق. تمام. طيب إذا في أسئلة اسألوا، ما فيش أسئلة ننهي المحاضرة. تمام، يعطيكم العافية.